تحية طيبة لكم جميعاً، أتمنى الصحة والسلامة لكل المتابعين وكل المشاهدين. اليوم هنتحدث عن أحد فوائد البروبايوتكس. مثل ما تحدثنا سابقاً في الفيديو السابق على البروبايوتكس، وعرفنا أنه البروبايوتكس هو عبارة عن أحياء مجهرية حية موجودة بالأطعمة، وعرفنا شنو الأطعمة اللي تكثر تواجد البروبايوتكس بيها. والأشخاص اللي ما شافوا الفيديو السابق أنصحهم إنه يشوفوا، يرجعون الفيديو السابق ويشوفون فين بي معلومات مهمة لهم. في هذا الفيديو حنتحدث عن أهم فائدة للبروبايوتكس، الأحياء المجهرية الموجودة بالأطعمة. بالبداية لازم نعرف إنه الإنسان يحتوي على العديد من الأحياء المجهرية، العديد من البكتيريا. نعم، الإنسان يحتوي على مئات الأنواع والأصناف من البكتيريا. هاي البكتيريا موجودة خارج الجسم وموجودة داخل الجسم. أكثر الأماكن اللي تواجد بها البكتيريا داخل الجسم هي الأمعاء. بالأمعاء الإنسان يحتوي على الكثير من البكتيريا، الكثير من أحياء المجهرية. الكثير أقصد به يعني عدد غير معلوم. هاي البكتيريا موجودة داخل الأمعاء ولها وظائف كلش مهمة للجسم، منها الهضم، تساعد على الهضم وتساعد على إنتاج فيتامين كي وإنتاج فيتامين بي وغيرها من الفوائد المهمة. تركيز هاي البكتيريا وتركيز هاي الأحياء المجهرية موجودة بالأمعاء هي تختلف إذا قلت مستواها وقلت تركيزها عن الطبيعي. تبدي البكتيريا المرضية أو أحياء مجهرية أخرى مرضية تبدي تستوطن الأمعاء، تسبب لنا أعراض مرضية مثل الإسهال. زين، شون صارت أو شون قلت تركيز هاي الأحياء المجهرية موجودة بالأمعاء؟ الكثير من أدنى إذا صار أو إذا تمرض أو صار عنده أي مشكلة، رأساً يبدي يتناول أنتيبايتكس. الأنتيبايتكس هو المضادات الحيوية اللي نتناولها، أو بعض الأطباء أيضاً يكتبون أنتيبايتكس. الأنتيبايتكس يتألف من نوعين، برود سبيكترام أنتيبايتكس ونارو سبيكترام أنتيبايتكس. برود سبيكترام اللي هو واسع الطيف، يعني مضادات حيوية واسعة الطيف، يعني إذا تناولها الإنسان حتقتل الأخضر واليابس، حتقتل كل الأحياء المجهرية الموجودة بداخل الجسم، البكتيريا الصالحة والبكتيريا المرضية، حينكتلن كلهن. ليش يستخدمون برود سبيكترام؟ لأن بعض الناس أو بعض الأطباء ما يعرفون شنو الألم المريض أو شنو الإصابة أو شنو نوع الالتهاب مال المريض، فما يعرف النوع البكتيريا المسببة لهذا المرض. فشي يسوي؟ يبدي يكتب أنتيبايتكس واسع الطيف أو برود سبيكترام أنتيبايتكس. هاي الأنتيبايتكس مثل ما تحدثنا حيقتل جميع البكتيريا الصالحة والمرضية الموجودة داخل الجسم، وتؤدي إلى اختلال بتوازن البكتيريا داخل الأمعاء. إذا قلت البكتيريا داخل الأمعاء، حتبدي بكتيريا أخرى أو أحياء مجهرية أخرى تستوطن الأمعاء أو تستوطن جدار الأمعاء، وتبدي تسبب لنا أعراض مثل الإسهال. لهنا أنا حتبدي فائدة البروبايوتكس. دائما أنا أنصح الأشخاص اللي يعانون من الإسهال واللي يتناولون أنتيبايوتكس بصورة دورية وبصورة مستمرة، أنه يتناولون أطعمة غنية بالبروبايوتكس. البروبايوتكس اللي هي الأحياء المجهرية الحية الصالحة الموجودة بالأطعمة مثل اليوغورت، مثل الزبادي. فالإنسان إذا تناول البروبايوتكس بكميات مناسبة، حتبدي مرة ثانية هاي البكتيريا الصالحة تستوطن الأمعاء، وتبدي مرة ثانية تعيد نشاطها وتقضي على البكتيريا المرضية اللي استوطنت بالأمعاء. وأيضا أكو سبليمنت، بروبايوتكس از سبليمنت، يعني مكمل غذائي، يعني اكو حبوب تحتوي على البروبايوتكس نقدر ايضا نتناولها. لهنا تنتهي المحاضره مال اليوم او الحلقه مال اليوم، وتعرفنا بي على اهم فائده للبروبايوتكس، هو المساعده بالقضاء على الاسهال واعاده البكتيريا الصالحه للانسان او لداخل الامعاء. هاي احد فوائد المهمه جدا بالبروبايوتكس. ان شاء الله بالحلقه الجايه حنشوف البروبايوتكس وعلاقته بتخسيس الوزن، هل له علاقه وهل الاحياء المجهريه الموجوده بالبروبايوتكس او الموجوده بهاي الاطعمه لها علاقه بتخسيس الوزن او نقصان الوزن ام لا.
إن شاء الله هاي بالحلقة الجاية نشوفها. ولهنا تنتهي الفيديو، سوي لايك وشير، أنا متأمل فائدة للجميع والدال على الخير كفاعله. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.